السلام عليكم اخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والله يقبل منكم ومن الصيام والقيام يا رب. وصفه اليوم غادي تكون وصفه جد سهله ومنعشه، والشيء اللي كيكون عندنا اساسي في الطبله هو العصير، يعني في طبله رمضان. الوصفه اللي غادي يكون الاساس ديالها اللي انا كنعتمدها هي انه كنحلي دائما يا اما بالعسل يا اما كنحلي بالتمر اللي تكون اعداد فرديه، والبنان، البنان يكون شويه طايب، والعصير ديال الحامض. هادو هما يعني المكونات اللي كتكون عندي اساسيه في العصير. بطبيعه الحال ماشي ديما كيكون عندنا ليمون في الدار، يمكن لكم تستعنوا فقط عفوا بالحامض، راكم كتعرفوا بانه كيكون عنده يعني منافع كثيره، والتمر كذلك ومثال، البنان كذلك ومثال. وبالنسبه للفواكه فكتبقى اختياريه، كديروا الفواكه المشكله اللي بغيتو نتومايا. انا هنا اعتمدت على الفواكه الحمراء وزدت في الاخير يعني الماء، واحد جوج كيسان الماء. حاولوا ما تكتروش الماء باش كيجيكم شويه خاطر، والا بغيتوه يكون خاطر اكثر فانتوما كتزيدوا البنان. اذا هذه هي وصفه اليوم سهله، وكنتمنى تكون نالت اعجابكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.